وشا. اللي احنا بنفتقده دلوقتي بقت بنشوف بعض في المناسبات. يعني كان الاول نتقابل، ما كانش يعدي اسبوع من غير فنان عامل قاعده في بيته وعامل عشاء عامل كذا وكلنا نتقابل، فبنبقى على طول على تواصل مع بعض وعارفين اخبار بعض. انما دلوقتي كل حين ومين، لما تبقى فيه بقى مناسبه عزا ولا مناسبه حاجه يعني بنشوف بعض. العبقريه لما فنان يوصل انك انت يوصل لك ان هو عبقري، تعرف قد ايه هو مخلص جدا في شغله وبيعمل شغله بضمير، عشان كده وصل لك صدقه. فنور كان بيعشق شغله طبعا، وكان مخلص قوي في ادائه، كان راجل ملتزم جدا ويحب يساعد كل الناس اللي حواليه. انا استفدت حاجات كتيره جدا من نور. اما بتشتغل مع فنان حقيقي مش مدعي فن، بتستفيد، بتبقى كل تصرفاته بتستفيد منها، إخلاصه، طريقة حفظه، طريقة الأداء، طريقة كل ده بتستفيد منه. في كتير قوي مدعين الفن، اللي داخل عشان يتشهر أو اللي داخل إنه فكره هيعبي زكاة فلوس وحاجات كده، فدول على فكرة مش حتى لو لمعوا شوية بعد فترة بيختفوا، ما بيستمروش. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوادي. www.washwasha.org